ولمتابعة الأوضاع من الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل أحمد عبد الرازق. أحمد، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى الآن، تفضل. شكرا حور. من أمام معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزة نرصد آخر تطورات الأحداث وحركة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. اليوم دخلت عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة ما بين الأغذية والخيام والمستلزمات الطبية وغير ذلك، ولكن خضعت هذه الشاحنات لآلية التدقيق والمراجعة، وتم رفض 31 شاحنة منها حتى الآن تحت مسمى نفس الآلية، بينما نفذت 8 شاحنات للوقود. أمس السبت والجمعة لم تدخل أي شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وهكذا أصبحت وتيرة العمل على معبر كرم أبو سالم منذ أن انتقل العمل إليه من معبر رفح في السابع بعد السابع من مايو الماضي، وبالتالي تغيرت وتيرة العمل وأصبحت تدخل كمية مساعدات شحيحة للغاية، لا تكفي عدد النازحين في مكان واحد للنزوح أو الإيواء في داخل قطاع غزة، ما يزيد الوضع الإنساني سوءا وتفاقما وتأزما داخل القطاع. واليوم بعد عملية إطلاق نار في معبر الكرامة، في محيط معبر الكرامة يتم إيضاح ملابساتها تباعا على مدار اليوم، تم إغلاق المعبر اتسعت رقعة الحصار على قلب، فأصبحت تشمل أيضا الضفة الغربية بجانب قطاع غزة، ليصبح الفلسطينيون المرابطون على أرضهم هم الشعب الأكثر فقرا والأكثر صمودا أيضا على وجه الأرض. ربما الوضع الإنساني تحدثنا عنه في رسائل مختلفة سابقة من خلال البيانات أو التقارير التي تصدرها المنظمات الأممية العاملة داخل القطاع، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، والذي أفاد بأن العاملين في المنظمات الأممية نفسهم أو أنفسهم يستهدفون، من بينهم 295 عاملا تم قتل داخل القطاع وهم على رأس عملهم، فضلا عن استهداف عدد كبير من الصحفيين وصل إلى 172 صحفيا. كما أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن مليون شخص من سكان القطاع لم يتلقوا مساعدات إنسانية عبر الطرق المنظمات الإنسانية التي يعني تضخ المساعدات داخل القطاع، نظرا لوعورة الطرق وتدمير البنية التحتية وعدم إمكانية الوصول للمستحقين وصول المساعدات لمستحقيها، فضلا عن أن هذه المساعدات التي يتم تفريغها في منطقة الإنزال لا تجد طريقا لها داخل قطاع غزة إلا بسيارات صغيرة تشبه التوك توك، لا تكفي لحمل كميات كافية إلى المواطنين النازحين في أماكن النزوح المختلفة، سواء الأماكن التقليدية أو الأماكن الغير تقليدية كالشوارع والشواطئ وغير ذلك. هذا بعض أو جزء من ملامح المشهد الإنساني المتفاقم داخل قطاع غزة، والذي أصبح يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعها. تفضلي حور إذا كانت لديك أي أسئلة. وفيت الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.